محمد اسماعيل يتقدم يلعب كرة دودو دودو يضرب عجمان يتقدم الآن صديق الأمس منافس اليوم رافائيل جاماريش دودو صديق الأمس منافس اليوم يسجل إسايلا المدرب الواضح بالصورة الآن ليتقدم الآن أبناء عجمان بهدف مقابل لا شيء عن طريق رافائيل جاماريش دودو اللي لعب الكرة تمريرة كانت من محمد وليد يبحث عن مدن يبحث الآن عن بلال ووليد وتسديدة وخطيرة مدن جول لكن أوه هدف ثاني الآن هدف ثاني شوف 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 هذه الكرات اللي نقول عنها هذه الكرات اللي نقول عنها بالفعل الآن المرتدات تشكل خطورة على خورفكان والهدف الثاني الآن لمصلحة فريق عجمان عن طريق اللاعب علي مدن يبدو بأني استفزيتك يا علي استفزيت علي مدن نعم يسجل 5 أهداف الآن في المسابقة بعد ما ارتدت الكرة من حارس المرمى حمدان الحسني لكن البداية كانت بخطأ دفاعي كبير جدا لمصلحة خورفكان هذه فرصة ليقلص الفارق رانيل وجول قلص الفارق الآن خورفكان نعم الكرة جوان وليست سيطرة وهذا هدف لخورفكان يسجل عمر جمعة ربيع بعد ما ارتدت من حارس المرمى وكملها على طول لكن عينك على الخطأ خطأ من راكان بالفعل يعني يقول لك المدربين شي يقولون والكباتن الموجودين في الاستديو التحليلي هناك عارفين هذا الشيء يقول لك من أخطر الكرات اللي يلعبها المدافع عرضية هذه أخطر كرات بالفعل شوف نتجت عن هدف نتج الهدف واحد مع خورفكان هذا الموسم ربما يكون هذا هدفه الثاني الآن رانيل على موعد مع التعديل الآن بعد ساعة ودقيقة لعب خورفكان يتحصل على ركلة جزاء جول هدف التعادل الآن يأتي عن طريق البرازيلي رانيل ثاني أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين هذا نيبوشا وهذا تغيير نيبوشا بالفعل السليم تماما تغيير رائع جدا مباراة الآن راح تأخذ منحنى آخر بالفعل راح تأخذ منحنى آخر